السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم مشروب سحري لعلاج الام الامعاء او القولون العصبي او الجهاز الهضمي او بومزوي. بهذه الوصفه كتخلصوا نهائيا من هاد الالام هادو، والنتيجه كتبان لكم من اول استعمال. كيف كتشوفوا معايا غادي نحتاجوا لهاد العشبه اللي سميتها مريوت، عشبه معجزه في علاج العديد من الامراض. هاد العشبه كتكون متواجده بكثره في الباديه او عند بائع الاعشاب. غادي ناخذ واحد جوج عريشات فقط ديال هاد المريوت هادي، وغادي نخويو عليها الماء غليان مزيان وكنخليوها حتى تطلق، عاد كنشربوها مره واحده في الاسبوع على الريق. بالنسبه لهاد الوصفه ما كنستعملوهاش يوميا، كنستعملوها فقط مره واحده في الاسبوع، وممنوعه هاد الوصفه على الحوامل والمرضعات. اما بالنسبه للاطفال 10 سنوات ما فوق فتصلح لهم هاد الوصفه.